شاعر شجاعر غضباني، الشاعر مطلق العازمي، الشاعر عايد العزي، الشاعر سعيد اليامي، الشاعر جبر الحربي، الشاعر عبد الحميد الفهمي، أخيرا الشاعر غازي شاطري. تفضلوا شعرانا، تفضلوا معنا. يعطيكم العافية وما قصرتوا وابدعت اليوم، كنتوا فعلا فرسان فيها الحلقة. نشكركم على هذا الأداء الرائع. النتائج جاهزة. متى تتوقعون الشعر الذهبي اليوم؟ كلهم يستاهلون. طيب الشعر الذهبي العلم عند لجنة التحكيم، لكن على ما تجهز النتائج، أنا على ما تجهز النتائج أستاذ محمد المسير ممكن دقيقة تفضل معنا. طبعا الصفوف ما شاء الله يعني متمكنة وعلى مستوى الخليج السالم. تحية أول شيء، مسي عليك بالخير. الله يمسيك بالرضا والعافية والجميع إن شاء الله. دائما مبدعين معنا. الله يكرمك، هذا من وجودكم الطيب. نعم، أنا كثير يسألني يقول إيش سر الخيزران اللي معه؟ والله الخيزران هذه وراثة. ما شاء الله. سلام. طيب، يعني أنا صراحة قابلت الشعراء في برنامج خاص إن شاء الله راح يعرض خلال هالأيام. الكثير أثنى على صفوف السلطة، أنا قالوا لي إنه على مستوى الخليج العربي أيضاً. والله صفوف السلطة احنا نفتخر بالشيء هذا اللي يشيدون به الجماهير، والفضل يعود لله سبحانه ثم لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. يستاهل تحية. شكرا لك. هذا شكر. شكرا. شكرا. يعطيك العافية. طيب الحلقة الخامسة تقييم لجنة التحكيم من 50، خلونا نشوف النتائج سوا. الشاعر سالم المطرفي 43. الشاعر شجاع الغضباني 46.38. الشاعر مطلق العازمي 43.67. الشاعر عايد العنزي 46.38. سعيد اليامي 42.67. الدرجات متقاربة ما شاء الله. جبر الحربي 43.33. غازي الشاطري 42.67. عبد الحميد الفهمي مبروك 48. يستاهل التحية. مبروك لشاعرنا الذهبي عبد الحميد الفهمي، له تكريم من قناة الساحة ساعة الماس. يستاهل. تفضل عبد الحميد، تفضل معنا ساعة. شكرا لك. أعزائي المشاهدين تقدرون تتفضلون شعرانا، يعطيكم العافية وما قصرتوا. شعرانا راح نعلن أسماء اللي راح يشاركون إن شاء الله في ساعة حلقات شاعر المعنى. الشاعر فالح الغنامي، الشاعر عايش السبيعي، خالد العجمي من دولة الكويت، كامل السلمي، عبد العزيز الرشيدي، عبد الحميد عبد المجيد الجهني، عوض الطلحي، حماد الثماني. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في سادس حلقاتنا. شكرا لكم متابعينا. الشيله بصوت الرائع سعيد بن موسى، اهل الجنوب، تظالم وجميل.